السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة بمشيئة الله في حقل الفحول وهنشوف نتائج العناية بفحول النخيل ادتنا ايه، واحنا اتكلمنا في اكتر من فيديو على اهمية العناية بالنخيل عموما وبفحل النخيل خاصة. فتعالوا بينا نشوف اهمية العناية ومحتنينا بالنخيل ادتنا ايه. فيلا بينا. هوت في حقل النخيل، شوف الفحل بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، وشوف كمية السعف. لو بصينا على كمية السعف الموجودة على الفحل ديت هنلاقي كمية السعف الموجودة على الفحل حوالي زيادة عن 200 سعف. شوف بسم الله ما شاء الله، رجعنا لورا كده، السعف هوت مالي الارض هوت بسم الله ما شاء الله. لو بصينا في كل الاتجاهات هنلاقي كمية السعف فوق حاجة محترمة جدا جدا جدا. وهنشوف نطلع فوق نشوف السعف دلوقتي ونشرح الطريقة دي كلها ونشرح بشيء من التفاصيل. طب حد هيقول ده بس نبات واحد او فحل واحد موجود في الارض، تعال نخش على الفحل التاني هوت برضو ونشوف كمية السعف الموجودة عليه وكمية الطلع الموجودة عليه ادي هوت. طب تعال نخش على الفحل التالت برضو، هنرجع كده من ورا اهوت ونشوف كمية السعف الموجودة عليه وكذلك كمية الطلع الموجودة على الفحل الثالث. طب نخش على فحل رابع، الارض ديت او الحقل ده كله حقل فحول. طب تعال نخش كده على فحل صغير لسه نخلة ما فيهاش مش عمر كبير، ادي نخلة عمره صغير اهوت وادي كمية الفحول الموجودة عليها او كمية الطلع الموجودة على الفحل الواحد. طب نخش على الرابع اهوت، شوف ده السعف موجود على الارض اهوت وادي كمية الطلع الموجودة على الفحل، يعني هنا بسم الله ما شاء الله اهوت كذلك. الحقل ده زي ما قلنا حقل كله فحول. فتعالى بقى نطلع الفحل اللي احنا بنتكلم عليه ونشوف نتائج العناية بالفحل. لما بنصف على الفحل وبنتكلم في الفحل هنشوف العناية بتاعته ايه. ويعني احتضر من حضراتكم لو الصورة هتبقى وحشة وغيره ان احنا نبقى فوق النخلة وبنصور، فتعالى بينا نطلع النخلة ونشوف الدنيا فيها ايه. احنا بقى اهوت على الفحل من فوق وهنشوف منظر الفحل من فوق عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، لو بصينا كده على الدور التحتاني شوف ادي طلع ادي التاني ادي التالت، شوف كل سعفة موجودة فيها طلع، يعني كل سعفة يعني بسعفة هيت بسم الله ما شاء الله بين السعفة والسعفة في طلع. ادي منظر الطلع من فوق هو وادي منظر النخلة من فوق هيت، كمية الطلع الموجود فيها قد ايه وكمية الفحول الموجودة كمية الطلع الموجودة في الفحل الواحد قد ايه. تمام، احنا البارح بدأنا العامل عندنا بدأ يقطع ياخد منها واكتشف العملية دي فخد منها 6 طلعات، ادي واحد ادي اتنين اهوت لسه مقطوعين البارح، ادي تلاتة ادي اربعة والناحية التانية قاطع منها اتنين يبقى ادي قاطع منها 6 طلعات. لو شفنا منظر الطلع الواحد وحجم الطلع الواحد عامل ازاي، يعني شوف منظر الطلع الواحد وحجم الطلع الواحد عامل ازاي وشوف توزيع الطلع على النخلة او على الفحال ديت عامل ازاي. شوف توزيع الطلع على الفحال، شوف بسم الله ما شاء الله ادي منظر الطلع الواحد عامل ازاي وادي النخلة ديت. احنا يعني بنصور في ظروف او في عملية صعبة جدا جدا فنشوف الدنيا عامل ازاي اهوت. مفيش سنتي في النخلة او في الفحال ده في الفحال اسف مفيش سنتي في الفحال ده الا عليه طلع، مفيش. ادي الدور التحتاني عليه، لو طلعنا الدور اللي فوق عليه الدور اللي بعده هوت عليه، نطلع هنا عليه، حتى قلب النخلة اهيت عليه، حتى لسه السعف الجديد خالص يعني قلب النخلة اللي هي يعتبر ما يبقاش فيها حاجة خالص او لو راجل حديثة جدا جدا فيها طلعة هو الطالع. فالنخلة ديت نيجي نعد عدد الطلعات الموجودة على النخلة ديت مع بعض كده ونشوف عددهم كام. لو جينا عدناهم احنا البارح عدينهم عدين هنا 52 طلعة على النخلة ديت، النخلة ديت فيها 52 طلعة موجودين دلوقتي على النخلة ديت 52 طلعة بالستة اللي احنا شلناهم. فتعالوا نوقف الفيديو لغاية هنا ونروح سوق المزارع ونشوف سعر الطلع كام في سوق المزارع هنا في منطقة الحسا، ونرجع تاني نكمل التصوير ونشوف الفحل ده ادانا انتاج بما يعادل قد ايه. حباء 30 100 اخر قلب 100 20 قلب 100 هذا كام كبير؟ هذا كم كبير؟ هذا كم هذا كم هذا كبير؟ 35 اوكي صديق.
زي ما شفنا مع بعض كده في اسواق المزارع او في سوق المزارع ماشي، ولقينا ان الطلع اللي هو اقل اساسا من ده بيبيعوه هنا في سوق المزارع ب 35 ريال. الطلع الواحد بيتباع ب 35 ريال، والطلع اساسا انت شفت الاحجام عندكم والحاجات عامله ازاي، ما يجيش اساسا ربع الطلع الموجود عندنا في المزرعه او في النخله ديت. فتعالى نحسب 35 ريال في 50 طلع، بس مش هنقول 52 طلع، هنلاقي ان النخله ديت ادتنا انتاج بما يعادل 1750 ريال. فحل ادانا انتاج بما يعادل 1750 ريال، تمام. طب تعال نقارن الفحل ده، لو صرفنا عليه هنوحد المصاريف ما بين الفحل وما بين النخله اللي هي حوالي 150 ريال للنخله الواحده او في الفحل الواحد. طب لو قلنا النخله هتدينا قد ايه؟ لو قلنا النخله هتدينا بحد اقصى 100 كيلو، ولو بعنا حتى الكيلو ب 60 ريال هيبقى حوالي 600 ريال. يبقى شوفوا فرق ما بين انتاج الفحل وفرق ما بين انتاج النخله. مش معنى كده ان احنا نزرع كلنا في حول، ولكن معنى كده ان احنا نهتم ونعتني بخدمه النخيل الموجود عندنا، لان زي ما الفحل ادانا وزي ما الارض ادتنا كده وزي ما قلنا شوف الارض. طب شوف بقى، نرجع لحاجه ثانيه مهمه جدا، حجم السعفه او قطر السعفه. لو بصينا كده قطر السعفه، مش عارف النور اهي، شوف قطر السعفه عامل ازاي. خدمه السعفه، كل العمليات الفنيه اللي احنا اتكلمنا فيها، ازاله الاشواك شوكه شوكه بالمقص، راس النخله او قلب النخله عامل ازاي، ومنظر قلب النخله، السعف، كميه الخضار اللي في السعف، حاجه بسم الله ما شاء الله. ودي نتيجه خدمه ورعايه النخيل. وهنا لازم نوجه بالشكر لواحد وقف جنبنا وكان داعم معانا، والراجل ده يعني بسم الله ما شاء الله معانا اهو في الارض من الساعه 7 الصباح لغايه الساعه 5 المغرب، ومعانا متابع كل عمليه بشيء من التفاصيل، وهو معالي الشيخ وليد بن حسن العفالج ماشي، صاحب المزرعه ورئيس مجلس اداره شركه الكفاح القابضه. الراجل ده بامانه داعم كبير جدا 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 لنا، ولولاه ما كناش وصلنا للطريقه ديت وللنتائج دي. كذلك برضو العمال الموجودين، لانهم بينفذوا التعليمات او العمليات بكل شيء وبشيء من التفاصيل وبحاجه كويسه جدا جدا جدا. فكده نبين لحضراتكم اهميه الاعتناء او نتائج الاعتناء بالنخله بتاعتك. اعتني بالنخله تحصل على ثمار وعلى محصول وفير. واسف جدا على الاطاله، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لو عجبك الفيديو ده يا ريت نشيره مع بعض، ولو في اي سؤال او تعليق نسيبه مع بعض في الكومنتات، مع بعض في الكومنتات. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.